حفلت الجلسة الثانية لمحاكمة الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام التي عقدت اليوم في القاهرة بإثارة سياسية وقانونية بالغة وغير متوقعة. فمن الناحية السياسية تحولت الجلسة إلى ساحة للخلاف بين المحامين المعادين لإسرائيل وبين أنصار المحامي المصري الموكل عن المتهم الإسرائيلي، وصلت إلى حد تبادل الإهانات والتشابك بالأيدي بصورة كاد يفلت معها زمام الجلسة وهيبة المحكمة. وتفجر الخلاف بعد أن تقدم محامي نيابة عن نقابة المحامين المصريين بدعوى مدنية ضد المحامي فريد الديب لقبوله الدفاع عن جاسوس إسرائيلي وبطلب تعويض مقداره 100 مليون دولار من الجاسوس. ونظرت السفارة الإسرائيلية للأمر كمحاولة من أحد المحامين للإثارة والحصول على الشهرة على حساب قضية من هذا النوع. غير أي أساس من الساحة، بس عشان التلفزيون ووسائل الإعلام، عشان أنتوا بتشتغلوا كويس، بتعملوا شغلكم كويس، هو جه هنا. وعلى الرغم من أن المحكمة رفضت وعلى الفور دعوى التعويض المدنية، إلا أن صاحبها المحامي مرتضى منصور أكد أنه سيواصلها بطرق قانونية أخرى، وأنه لا يسعى للإثارة وإنما لإعلان موقف وطني ضد مذابح إسرائيلية سابقة ضد المصريين. أنا برفض أقف في خندق واحد مع قتلت أولادنا وقتل إخواتنا حتى لو كان الإغراءات. بعدين سيادتك، هو بيقول واجب عليه إنه يدافع عن إسرائيل عشان كل محاماة، وأين الواجب تجاه مصر؟ وأين الواجب تجاه شهداء مصر؟ كذلك لم تخلو جلسة المحاكمة اليوم من إثارة قانونية، إذ أضافت النيابة العامة رسميا تهما جديدة ضد عزام والمتهمين الآخرين، من شأنها تعريضه ولو نظريا لعقوبات تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة. على أنه ورغم تجديد التهم فإن عزام ما زال حريصا على تأكيد تفاؤله بالحصول على البراءة الكاملة. هل في هذه القضايا كنت تبحث عن الشهرة أم كنت تبحث عن العمل الوطني؟ اولا الحديث اللي انت ما عرفتنيش تقريبا وانا بتكلم عن زكي بدر ده كان سنه 90. كان فين العيال دي ايامها؟ وانا بقول التزويري والبلطجه والوزير ده كان وزير داخليه يندرب بالجزمه. زكي بدر كان وزير داخليه كان كان العيال دي فين؟ عايز اسال ابوهم وامهم كانوا فين؟ اوعى حد يتكلم وزايد على مرتضى منصور لاني دفعت الثمن وقلت كلمه حق في زمن اغبر ما خفتش. حضرتك قضيه عزام عزيم دي سنه 99. واخد بالك؟ احمد جمال حشمت كان 2002. بقول كلمه حق ما بخافش. لكن لما لقيت وطني بقى بينهار، العيال دي طلعت امتى؟ مش عارف. العيال دي ولاد امبارح. بيشوفوا الوطن. انا مش بشكر في نفسي، في كل القضايا الوطنيه والقوميه اهو بتكلم. من سنة 90 ودفعت الثمن. 72 اتحبست. 72 87 وزكي بدر اعتقلني 3 اشهر لما بلغت عنه. بيت المشهد كان معاك يوميات صحفي مشاغب بمناسبة زكي بدر. حضرتك جايبها ليه؟ هقول لك دلوقتي، بس الموضوع ده هيزعلك، بس هقوله لك. هيزعل بلدياتي. طيب ماشي، هقوله لك دلوقتي. الوطنيه لا تشترى ولا تباع. عشان كده لما تقول لي جمل وقطه وماعز اقول لك انا قلت انت لسه لابس طرحه ونايم في بيتك خايف من غير مقبض. قضيه التمويل العيله 99 مع الاخ في اتجاه المعاكس. تمام. سالتني بقى سؤال الشهره. 83 طلعت اول طبعه من هذا الكتاب. انا كنت محتاج شهره؟ كتاب متألف عني وانا من سنة 83. اللي دور على شهرة ويتحبس مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، ايه الشهرة العبيطة دي؟ زي ما واحد اهبل كده بيقول لك ايه، اصل النظام كان متفق مع مرتضى. متفق معاه على ايه؟ انه يعمل قالوا نفس الكلام عليا برضه. يعني نفس الكلام اتقال عليا. في نظام يتفق معايا يضرب امي بالنار يموتها؟ النظام يتفق معايا يضربني انا وابني احمد قدام باب نادي الزمالك وكنا هنموت. هو النظام اتفق مع زكريا عزمي. لسه موجوده زكريا عزمي، خرب مصر يا حسني يا مبارك. النظام كان متفق معايا لما ولعوا بيتي في بشالوش. النظام كان متفق معايا لما كنت رئيس نادي وحلوني مرتين
النظام كان متفق معايا لما صدر قرار لما حبسوني في قضيه سيد نوفل الملفقه الاستاذ شريف اسماعيل بتاع منير فخري عبد النور اللي لغايه دلوقتي مستشاره اللي القاضي الاصلي جابوه قالوا له احبسه 3 سنين وزير العدل ورئيس الوزراء جابوه في مكتب فتحي حسون ما كانش موجود رئيس الوزراء وزير العدل وزكريا عزمي فالراجل قال لهم لا المختص قال لهم لا اسمه اسامه ما عملش حاجه ده براءه خلاص جابوا القاضي البيت تاني يا تيار الاستقلال ودي مذكره اللي راحت حسني مبارك وتعرضت في كل القنوات ما حدش قادر ينطق فيكم قال لهم 3 سنين ده اقل حاجه وكتب كده ان حسبي الله ونعم الوكيل دي شتيمه يا نهار ابيض يا راجل حسبي الله ونعم الوكيل ايه من ايات ده ايه في القران الكريم ربنا قال لما يشتد بيك البلاء احتسب عند الله ده وكيلك تكتب انها الشيف دي تقسيم على الشغل النفاس ويطلع يا دكتور توفيق نظام اللي بيهزر معايا قضيت اكتر من نص المده طبقا للقانون 3 عفو 6 اكتوبر عيد الصغير عيد الكبير 23 يوليو جه 6 اكتوبر كنت قضيت نص المده قال لك لا يقعد شالوا اسمي بعديها العيد الصغير شالوا اسمي بس لان الراجل بدفع الثمن ما بقبضش من امريكا زي العيال ديا تحملت وقلت لاولادي لما جم زوروني بدفع الثمن كلمه بقولها في زمن اخبر كله ضلال لما جه بقى حسني مبارك ونظامه وقع قلت لا يتحاكم محاكمه عادله انا اتربيت كده ابويا الراجل البسيط علمني كده الدين بتاعنا علمنا كده النبي عليه الصلاه والسلام علمنا كده لما فتح مكه قال ايه مش قال لهم انتم الطلقاء تمام انا ناجي النهارده ده الوحيد ده المفروض يشمت بقى ويقعد يقول اه واروح لكن انا قلت لا الناس دي ظلمت وانا وظلموني انا خلي بالك زي ما قلت لك في بدايه حديثي عند ربنا سبحانه وتعالى القاتل السارق الزاني قد يعاقب في الدنيا ولا يعاقب لكن في الاخر يتعاقب الوحيد الظالم لازم يعاقب في الدنيا قبل الاخير اتنين ايه ده 100 سنه المظلوم عندما يدعو لربنا كده سبحانه وتعالى لا توجد بين المظلوم وربنا اي حجاب دعوته بتطلع على طول يا احمد يا عينه اسمه احمد نظيف انا كنت على فكره مع ايوب السعدي واحنا بنتكلم عن بقول له ايه تقي ربنا فرعون له راح فين انت مش خايف من ربنا خلاص لما قلت لسيد اسمه احمد عز مع سيد علي وصفوت الشريف لو بقيت حواري تقي ربنا انا فيها شيء لله انا فجاه مش بقول كده هو فعلا الحمد لله علاقتي بربنا حلوه لاني عارف علاقتي بربنا حلوه ليه؟ لاني اكرمت ابويا وامي لما كبروا في السن فاكرموني بدعاهم بعد ما ماتوا هو دي العلاقه اللي بيني وبين ربنا واحد عمره ما زنى ولا سكر ولا والحمد لله بحمد ربنا ربنا ما يكرمكش لا طبعا يكرمك لا. فلما يجي النهارده بقول اهو هذا الظلم اللي انا تعرضت ليه اكتر واحد المفروض قال يقول ويشمت انا لا ما اتعلمتش ده اتعلمت ان خصمك لما يقع وما بقاش فيه ايده سلاح اسهل حاجه دلوقتي اي حد يشتم حسني مبارك هو يرد فيه ولا الهاني بتقول لك اصل بيلعب في مناخيره ده جاي نايم عايزين نرى صوره حسني مبارك في القفص من ليس من باب الشماته ولكن من باب العبره نحن لم نرى فرعون عندما غرق ولكننا راينا حسني مبارك في القفص حسني مبارك يوم 25 يناير الثلاث 25 يناير كان له خطبه كان بيخطب في اكاديميه الشرطه لمال سيبه متسلو تمام في اقل من شهر هو فين هو ربنا سبحانه وتعالى يعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ما نشمتش مظبوط ما نشمتش يا دكتور توفيق بقول تاني سرق عقبه طب ايه راي عقبه طب ايه راي حضرتك دلوقتي في النهارده احنا عندنا اموال مهربه ما هو وضع القانون اذا تم الحكم عليهم وخدوا احكام ما هو وضع القانون الدولي في هذه الاموال العالم كله لا يعترف بمحاكمه المتم في القفص واحد يقول له يلا يا ابن الكلب زي ما بيحصل العالم كله لا يعترف بمحاكمه واحد رواد طويل كده ماسك الفرحان بنفسه ماسك حبل المشناه العالم ما بيعترفش بكده حتى لو قاضي عادل حوالين المحاكمه ايه ده القانون لما اتعدل لما قال لك يجب محكمه النقض احكامها مستقره لازم يكون في محامي يدافع بجديه عن المتهم بجديه دي العداله النهارده انا شفت الاخ هيكل محمد حسنين هيكل وكلنا سمعناه قال 70 مليار والراجل البريطاني قال لك 30 مليار وانا لا ادافع عن حسني مبارك لان حسني مبارك زي ما قلت قبل كده
يحاكم امام قاضي عادل ودائرته المستشار احمد رفعت، يحاكم امام التاريخ، سيحاكم امام الله طبعا احكم الحاكمين، ده اهم حاجه. لكن هو عمل توكيل باي اموال هنا او بره تتجاب هو ولاده. فين الفلوس؟ ما جاتش ليه؟ مش معاك التوكيل؟ احنا ضحكنا على الشعب على فكره. احنا قلنا الشعب 70 مليار والناس افتكروا يوم 11 كل واحد هيروح ياخد له 10,000 جنيه. اي حد سرق مليم من البلد دي لازم يتعاقب، بس يكون سرق. واخد بال حضرتك؟ انما ان انا عشان اصفي حسابي مع فلان، طب اقول لحضرتك حاجه، انا كنت عند النائب العام في يوم من الايام، وكان قاعد عنده المستشار عادل سعيد والمستشار عادل عدنان فنجان، لقيت محامي زميل مقدم له بلاغ، كاتبه بخط ايده. قال له انا كنت عامل لك بلاغ قبل كده، حققت في ايه؟ ما عملتوش ليه؟ فقال له يعني بلاغ حضرتك يعني انا شايفه انه غير جدي. فاداله البلاغ، فانا بصيت كده قلت له ممكن اشوفه؟ قال لي لا ما تشوفوش. فمعالي النائب قال له محامي زميلك خليه يشوفه. فكتبت كده مقدمه لسيادتكم سين سين سين. فمفروض هو كاتب كده. ام محمد وابو محمد وحبيب العدل، دول الثلاثه. ام محمد وابو محمد دول ساكنين في عين شمس. عندهم عربيه 128 جابها لهم حبيب العدل ومهربها عنده. هو الاستاذ الفاضل الزميل الفاضل عايز يخلص عدله، طلع جارته وجاره ومتخانق معاهم. بس لو كتب ابو محمد ام محمد محدش هيصدقه، فراح حاطط اسم حبيب العدل عشان الموضوع ياخد الاهميه. ده هزار، ده تهريج في الموضع الجد يا جماعه. هو انت لما تقعد تقدم للنائب العام 10,000 مليون بلاغ، كل واحد متخانق مع واحد وواحد ضده بلاغ، خلاص واحد عايز ينتقم ضده بلاغ، طب ما البلاغات الجديه هتروح في الكلام دون. انت ليه عايز انه الراجل ده ما يركزش هو المحامين عاملين معاه ولا رؤساء النيابه اللي معاه؟ لكن للاسف الشديد اي حد دلوقتي واحد متخانق مع حماته يروح عامل بلاغ، واحد مش عارف يروح عامل بلاغ. طب رجال اعمال الموجودين في السجن هم والوزراء والمجموعه اللي في السجن عرضت النهارده ان هي تتصالح وتتنازل عن كل ممتلكاتها لصالح الشعب، فما هو راي حضرتك يا زلمه؟ والله بص انا رايي انه بلدنا في ازمه ماليه. قيمه الجنيه اتخفضت، الموازنه انخفضت، معدلات الانتاج انخفضت، ما عنديش سياحه، ما عنديش نمو دلوقتي اقتصادي، زي ما حضرتك شايف ان انا عندي مشاكل، السمات شوف الشكاره بكام، والبوتاجاز بكام، ورغيف العيش بكام، الدنيا مقلوبه. في الوقت انت مش عايز تشتغل. وبعدين انا زي ما قلت لك، انا النهارده امريكا بتعايرك بالمعونه. لا تعايرني معونه ايه؟ هو حضرتك مش المعونه دي جزء من اتفاقيه كامب ديفيد، وكان جزء من الاغراء ان انور السادات الله يرحمه انه يوقع، والمعونه دي بتروح للاردن وبتروح لاسرائيل زي بالظبط. انت كل شويه تقعد تهدديني، وبعدين المعونه انا باخدها ايه؟ ده انا باخدها في صوره اسلحه معدات عسكريه، وبعدين ما بتدينيش انا معدات القوى، انت بتدي المعدات لاسرائيل اللي هي رقم واحد، بتدي رقم اثنين وثلاثه. لكن النهارده مش في كان قانون لو تفتكر انه اي حد خد فلوس من البنوك قضيه القروض من يردها؟ انا كنت مستفيد ايه بحبس ياسين عجلان او غيره مثلا؟ ولا حاجه. مظبوط. خلاص القضيه اللي كانت المحبوس فيها اخونا الكبير توفيق عبده اسماعيل ظلم هذا الرجل، خلاص انا مستفيد ايه؟ والله هترجع ده جزء للشعب، بدل ما اروح عايز اقفل قناه السويس واخد بالك، او بروح اولع وزاره الدفاع، او اروح اخطف الناس، او اروح اجي وزاره الداخليه وانا سائح عمال اتفرج على هذه المهازل، اجي لك ازاي؟ لازم كنت مجنون. فوالله اذا كان هترد هذه الاموال اهلا وسهلا. انا مش مستفيد من احمد عز في السجن، انا مالي احمد عز في السجن؟ وانا هو انا كشعب مستفيد منه ايه؟ ان انا انتقم؟ انه ظهر ضد الانتخابات؟ ان انا قلت له احمد عز علنا انت بتولع سيجار ولعت مصر كلها؟ لا، لو في مليارات هترجع علشان نبدا اول خطوه في التنميه والبناء ونيجي نبتدي بقى نقول تعالى المصانع متوقفه. قلت له فيها انا زرت اجا ومدغام، شفت مصانع بتنتج كوبايات وبتنتج خضروات وفاكهه، شباب زي الفل واقف في ظروف صعبه جدا لكن واقف وبيشتغل، اللي بيحب البلد يشتغل. طيب هناك عدد من مرشحين الرئاسه يعني الحقيقه وصلوا حاله 301، في منهم اللي بيقول ان انا المهدي المنتظر وبيحاربني المسيح الدجال، وفي منهم اللي بيقول انا
شايف ان البلد محتاجة سمكرة كويسة، وانا اساسا سمكري، فلازم اكون رئيس الجمهورية عشان اقدر اسمكر هذه البلد. ده تصريحات، انا ما بتريقش، دي ناس تقدمت. واحد بيقول لك البلد دي عايزة واحد فاجر، وانا افجر واحد مش عارف اسمه حاجة يوسف كده، برضو مترشح، مضاف الى ان كل دول لا تنطبق عليهم الشروط ولن يستكملوا الانتخابات. تحليل حضرتك لهذا الموقف اللي انا بقول ان هناك من خلفه يد خفية تريد ان تفقد موقع رئيس الجمهورية هيبته. دكتور توفيق، مش معنى ان في رئيس جمهورية يحاكم ان هذا المنصب الرفيع يهان. عمدة بلدنا بنقول له يابا العمدة، مش برضه عندك في البلد بتقول كده؟ ولما لمؤاخذة يعني بتعدي يراكب لمؤاخذة يعني الحمار بتنزل من عليه، عشان انت قدام ابو العمدة، ابويا العمدة قدام الدوار. مظبوط. لكن لما انت جيت العيال تطلع تقول ايه؟ رئيس الجمهورية شغال عندنا. لا يا بابا، انا مش شغال عندك، انا شغال عند الوطن. انا مش شغال عندك خالص، انا شغال عند الوطن. يعني انا راجل محامي، ربنا كرمني والحمد لله مستوره، مش هبقى رئيس جمهوريه عشان تشتمني وتهزقني. زي ما الاخ ابو دم خفيف ابو حفيظه، اللي دمه خفيف جدا لدرجه الواحد ما بيقدرش يمسك نفسه من خفه دمه، واخد بالك، عمل برنامج في رمضان. ابو حفيظه ده كان بيعمل برنامج قبل 25 في التلفزيون المصري، وكان لازق لانس انس الفقي واخونا المظلوم اسامه الشيخ، اللي ما عملش حاجه. كل اللي عمله انه اشترى مسلسلات لرمضان. انت عارف ان اسامه كان بيكسب الاف مؤلفه من الكويت وساب ده عشان مصر. مظبوط. اللي مرمي في السجن دلوقتي وهو عيان. بينما الظالم الحقيقي هو انس الفقي. لما تيجي بقى دلوقتي يعمل لي برنامج، يجيب ولد يقول لك سيد ابو شفه، سيد ابو شفه مرشح نفسه رئيس جمهوريه، ايه قله الادب دي؟ هل هانت او هان هذه المكانه لدرجه ان ولد زي دون رخم كده، ها، بالرخامه دي، بتقل الدم ده، يجيب ولد واخد بيشله في وشه ويقول لك اصل انا سيد ابو شفه انا هبقى رئيس الجمهوريه؟ انت بتهين المصريين كلهم. مظبوط. ما هو ده اللي انا عايز اقوله، اهانه للمصريين كلهم. انت بتهين كل المصريين. مظبوط. لما تيجي النهارده راجل عميد كليه مش عارف يخش كليته، رئيس جامعه تم انتخابه، يقول لك لا انتخابه مجلس جامعه. يجي طالب، يا بيه انت طالب، خليك في اتحاد الطلبة، قول لي انا عايز لائحه طلابيه انا اقدر اقول رايي السياسي في البلد والاقتصادي، انا هقول لك تعظيم سلام. لكن مجلس الجامعه انتخب رئيس جامعه، مجلس كده انتخب عميد كليه، ايه البلطجه دي؟ محافظ مش عارف مين، اشرف مش عارف ايه الهلال تقريبا، اللي هو محافظ المنوفيه، وعلى فكره هذا المحافظ بدا او المستشار بدا محامي في مكتبي، خد بالك، شخصية محترمة، بدأ من الصفر، تمام؟ أو السيد عزازي اللي هو محافظ الشرقية، اللي هو جاي من ميدان التحرير، بيتشتموا بنضربه. عزازي، علي عزازي. الله، هو أنت مش عاجبك حد خالص؟ لما أنت بتهين بقى مكان رئيس الجمهورية، والمثير اللي هو قائم بعمل رئيس الجمهورية، والعميد، ورئيس الجامعة، والمحافظ، ورئيس الشغل، وفي واحد مات على فكرة، مش عارف رئيس الشركة مات، ومش عاجبك القاضي، ومش عاجبك النائب العام، أمال عاجبك مين؟ الهانم كلينتونية مرات الاستاذ كلينتون، هي دي اللي عاجباك؟ اللي بالريموت كنترول بيجيبك يمين وشمال؟ ايوه. ولا الست موزه؟ ولا قناه الجزيره مباشر؟ لو البلد دي بتحترم نفسها القناه دي تقفل، تقفل، مفيش هزار. اعمل لي جزيره مباشر مصر ليه؟ اعمل لي جزيره مباشر الدوحه. نفسي اشوف عائلات الدوحه المعتقلين. في ناس معتقله هناك. ده راجل صرف على كاس العالم عشان ينظم كاس العالم بعد 12 سنة، هو مش ضامن عمره ثانية هو وغيره، أكتر من 220 مليار دولار. لو في أي دولة في العالم لازم تقول له روح. النهارده فريقنا القومي الأساتذة الأفاضل، شو اترفد من كلية الحرب في إنجلترا يا أستاذ الفاضل ده؟ بقول لك ده أبوه خان أبوه. الراجل بني ادم ده اللي كان قاعد قدام اوباما وايده بترتعش، اعتقد انت جبته، كنت جايبه امبارح، ايده بترتعش خايف من اوباما. هو انت النهارده
ما احنا برضو غلطانين. عندما ترشح مصر الدكتور مصطفى الفقي وتيجي الست موزة تقول لا فقي مين؟ انا عايز عديل محمد حسن هنيك اللي بيشتغل عندنا في قناة الجزيرة ويقبض بالدولارات الذي كان يروج النبيل العربي عديل محمد حسن طبعا هنيكل. عديل وابنه مجوز بنته كمان وعشان كده بيفتت سوريا بقى وهي بيه ما هو دي خلاص قصة واضحة لما يجي بقى الاستاذ نبيل عبد الله كان عايز النبيل العربي والمجلس العسكري يوافق والاستاذ عصام شرف هذه إهانة دي الإهانة بقى لكرامة المصريين بقى انا برشح واحد قطر او الدوحة بقت عاصمة العالم العربي وباخد منها تعليمات لما كل شوية المنتخب القومي يتجرجر على هناك على الاستاد هناك علشان يلعب البرازيل يا اخي دي بلدك في حاجة يا اخي مصر في حاجة ان نقول للعالم ده فيها امن وامان عشان الساحة يرجعوا ها الجامعة العربية اسمها جامعة قطر وتدار من الدوحة كل دي هانة للسيادة الوطنية فالنهاردة انت بتتكلم في ايه احنا هنا نفسنا يا دكتور توفيق وعشان كده بقول اهو تاني انا واضح انا طبعا عندي مؤتمر اول مؤتمر عندي في مدامره بقول لكل الناس في مصر الحمد لله والمصريين في الخارج انا طبعا بشكرهم على كم التليفونات ويمكن انا قلت سيبت العزة عشان اذا كان الناس عايز تواصل معايا كان عندي خط في 8 خطوط يقدروا يكلموني بقول للمصريين في مصر وفي الخارج الحمد لله بحمد ربنا الحمد لله انا ربنا اداني كل حاجه الحمد لله اهم حاجه انه اداني ولادي باعتبارهم ثروتي واحفادي ثروتي واداني زوجه صالحه الحمد لله وتعرضت لكبوات كثيره يا دكتور توفيق انا عايز اخدم بلدي عايز اخدم وطني والله انا عندي برنامج محترم اوله دوله القانون اللي بتقوم على العدل وعندي زي ما قلت لك مشاكل في التعليم والصحه ومشاكل النوبه ومشاكل السنويه وولاد الشوارع ومشاكل المراه والصناعه والفلاحين كل دي مشاكل في البلد دول عشوائيات عندي برنامج ليها اول مؤتمر عامله يوم الخميس ان شاء الله في مدامر مسقط راسي انا اللي هدفع فلوس توكيلات زي ما بيحصل لان ده عيب ومش هتعالى حد ينتخبني انا راجل ما بعرفش اهزر حضرتك هتحترم بلدك وهتحترم قانون بلدك هشيلك فوق دماغي حضرتك هتخرب بلدك وتقبض من بره وتولع لي في منشاه وتغلط في اصغر مواطن في مصر مش نائب عام بقى ولا رئيس الجمهوريه اصغر مواطن انتقد كما تشاء بس اوعى تقل ادبك هتقل ادبك في قانون وخد بال حضرتك لو هو دوله القانون عادت انا ما اقدرش اقول للناس والله اللي مرتبه 300 دي له 1200 ابا بنصب زي ما الناس غيري بيقول لك وهدي 1200 ليه؟ لسبب بسيط جدا مش اما باجي اشوف موارد الدوله ايه؟ قناه السويس بيجيب لي كام؟ السياحه بتجيب لي كام؟ الموارد ايه؟ وعلى ضوء الموارد بعمل على ضوء الموارد بعمل ميزانيتي مظبوط واللي بياخد زي ما قلت لك 10 وما يستحقش خلاص ياخد 1000 ولا 200 ده يبقى زيه لان النهارده لو اقمت دوله القانون والعدل اعتقد بلدنا دي بموقعها زي ما قلت لك التاريخي والجغرافي والحضاري هي اعظم دوله في العالم ولن يسمح يا دكتور توفيق بمواطن مصري في اي دوله في العالم العربي او خارج العالم العربي يهان وعلاقتي بكل الدول علاقه محترمه ما دام هناك ما عادش في عواطف حضرتك هتحترم المواطن المصري عندك وتحترم كرامه مصر واستقلال مصر وسيادتها وهتحقق مصلحه بلدي انا حاطط ايدي في ايدك هتخرب لي في بلدي انا لن اقبل هذا الهزل حضرتك بس سالتني سؤال بقى الكتاب بتاع اليوميات دي ده الاستاذ ايمن نور يوميات صحفي مشاغب استاذ ايمن نور بيتحدث عن رئيس مبارك هيزعلك الموضوع لكن مش مشكله انا عارف بلديتك وانت بتحبه الرئيس موضوعي وحكيم منهجه في التعامل مع كثير من القضايا الخارجيه ومصلحه المواطن المصري الرئيس لطيف كعادته صريحا صادقا شكرا لسياده الرئيس على كل ما يبديه من موده وتقدير لكل الاراء ما يهمناش دون تعال خش على حبيب العدلي اللواء حبيب العدلي وزير الداخليه رجل هادئ عاقل نظيف اليد عف اللسان قليل انفعال موضوعي يا دكتور توفيق يعني اولي فجاه اللي اتكلم يا دكتور قبل 25 يناير وكان لوحده ولما كنت بتكلم كان الناس يقول لك الراجل ده مجنون هو مش خايف هو مسنود على مين كنت مسنود على ربنا سبحانه وتعالى
وصوت الحق. دايما صوت الحق صوته عالي. عمر حضرتك شفت واحد حرامي بيتسلق على المواسير بيطلع نفسه ولا بيكتب نفسه؟ بيكتب نفسه لانه باطل. انما صوت الحق صوت الاذان دايما الله اكبر، مش ده اللي بيحصل؟ مظبوط. لانه صوت الحق دايما صوت عالي. نعم. نحن في نهاية هذا اللقاء والذي قاربنا فيه على الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء، يعني الحقيقة السيد المستشار مرتضى منصور أفرد الكثير وتحدث عن الكثير، تحدث عن الدور الذي لعبه قبل الثورة وبعد الثورة، كذلك أيضا تحدث في نقطة هامة جدا وهي هل كان هناك من يسانده، هل كان هناك اتفاق بينه وبين النظام السابق. ربما تكون هاتين الكلمتين هم هما نفس الكلام الذي قيل لي مين اللي كان بيسنده قبل الثورة لما كنت بطلع اشتم في الوزراء و23 وزير فاشل الى اخره، ودفعنا الثمن واتقفلت القناة 14 يوم. وبعد الثورة هناك من يشكك وهناك من يقول أنه على اتصال إلى آخره. هذا معناه أن الذي يقول كلمة الحق نظرا لأنهم قليلون جدا في الناس بتقعد تفكر أن في وراهم حاجة. طبعا ما فيش وراهم أي حاجة، هم وراهم ربنا سبحانه وتعالى الذي أمرهم بكلمة الحق، وأن الله عز وجل هو الحق، الله عز وجل هو العدل، الله عز وجل هو الرحمن الرحيم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أستودعكم في حفظ الله ورعايته على أمل أن ألتقي بحضراتكم، ولكن اللي أنا عايز أقوله قلت لحضراتكم هذه ستكون المفاجأة في نهاية حلقة اليوم، أنني أنا والزميلة حياة الدرديري قد توقفنا عن تقديم برنامج مصر اليوم من السبت القادم إلى السبت الذي يليه، نظرا لأننا رافضين لعدد من الأوضاع. أستودعكم في حفظ الله ورعايته على أن نلتقي السبت بعد القادم، وبكرة هيكون في حلقة للزميلة حياة الدرديري ربما أفسر فيها الأسباب. تصبحوا على خير أو صباح الخير.